مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. بالأمس هناك مقطع فيديو تناقل في الواتساب، وكان لشخص أجهل هويته بمعنى أصح، أو من يطلع بأوضح، قال كلمات جارحة ومفردات ما جبن عليها، مما زعل الكثير من أبناء هذا الوطن بخصوص كلماته لدولة الكويت. ما لذ وطاب من سب، ألتمس له العذر، ما كل شيء كحبة، شارب له شيء، عقله في شيء، ما ندري هل هذه الأشياء اللي ذكرها من ولادات الربيع العربي اللي تعلموا عليها بعض الأشخاص، هم ما ندري. هذا الشخص قال كلمات بسبب، يعني خلينا نقول لك صمية أو حجرة أو طابوقة أو بمفرداتها جام. يا أخوي يا ما تكسرت جاماتنا بسبب أهمال وزارة الأشغال، واقع، لكن بما قلته مو واقع ولا حقيقة، ولا تستحق الكويت هذه المفردات من شخص أجهل اسمه. الكويت بلد عطاء، بلد خير، الكل يرتمي بأحضان هذه الأرض الطيبة. معاجبتك ارجع كما كنت لأجدادك، للنبتة الأولى اللي أنت نبت فيها. الكويت تأسيسها احضنت من شمال ومن جنوب ومن شرق ومن غرب، وتعايشوا فيها أحلى عيشة. لكن المطلوب أن يطبق عليك أشد العقوبة بما ذكرته على أمنا الكويت، ما نرضى عليها. والله يسر منك ومن الناس اللي نفس أطباعك، ولا أهل الكويت ما يقولون مو كلمة حرف لهذه الأرض. وشكرا. روح معاكم مشاهدينا الكرام لضيف حلقتنا لهذه الليلة، الأستاذ حمد المري، مراقب الإعلام والمتحدث الرسمي لبيت الزكاة. مساك الله بالخير أبو عبد العزيز. مساك الله بالخير أبو خالد، حياك الله. يا مرحبتين فيك أبو عبد العزيز. يمكن جائحة كورونا أربكت سير العمل في جميع وزارات الدولة والقطاعات والهيئات. بيت الزكاة كيف تعايش مع جائحة كورونا؟ طبعا جائحة كورونا، يعني أول ما بدأت كورونا كانت صدمة للعالم، كانت صدمة شديدة على العالم، وخاصة والكويت من ضمن هذه الدول التي انصدمت بهذه الجائحة. فأول قرار اتخذه الحكومة هي تعطيل الأعمال كإجراء احترازي على أساس ما يتفشى الكورونا. فبيت الزكاة رأى بأن تعطيل أعماله سيؤدي ويؤثر على كثير من الأسر التي تستقبل مساعدات من بيت الزكاة. فتواصل بعض موظفين بيت الزكاة بالإدارة العليا أن لا، ما نوقف، لازم نستمر على الأقل في مساعدة الأسر المسجلة لدينا. يعني عندنا في ذاك الوقت 33 ألف أسرة كانت مسجلة في بيت الزكاة. هذول رسمي شهريا يستلمون؟ لا مو شهريا، هذا في السنة كانوا مسجلين في ذاك الوقت، يعني 33 ألف تستلم مساعدات شهرية ومساعدات مقطوعة. فبيت المدراء العليا جزاها الله خير تجاوبت معنا وشجعتنا ونظمت العمل، وبدينا على طول ثاني يوم باستقبال الحالات. تصور شيء، تواصلنا مع الحالات التي تستلم مساعدات شهرية، أرامل، مطلقات، كبار السن، العجزة، الأرامل، الأيتام اللي ما لهم أي مدخل مالي وليس لهم معيل، ومسجلين بيت الزكاة يستلمون مساعدات شهرية. تواصلنا معهم عن طريق الهواتف أن راجع الفرع بيت الزكاة في المحافظة اللي أنت فيها تابع لها. نعم. فبداية الأول أيام كانوا راجعون واستلمون مساعداتهم وفق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة. بعد ذلك يعني بعد ما بدأت الإجراءات تشتد في الحظر والجزئي والكلي، بيت الزكاة تواصل مع هذه الحالات عن طريق الواتساب بأن زودونا بأرقام حساباتكم، وقام بيت الزكاة بتجديد الملفات تلقائيا وتحويل الأموال المساعدات إلى حسابات هذه الأشخاص مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة بيت الزكاة. واستمرين على هذا الحال لما ردت العمال مرة ثانية إلى 100% قبل في شهر تقريبا 8 عودة الحياة الطبيعية، قبل حوتة الحياة الطبيعية، عندما يعني كان في المرحلة الرابعة يوم ردت الدوام 100% الوظائف الحكومية. فاستأنفنا استقبال المساعدات
مره طلبوا مساعدات مره اخرى عن طريق الويب سايت بيت الزكاه. ولحد الان مستمر من هذا العمل، ان اي شخص يرقب بطلب مساعده من بيت الزكاه ويرى نفسه انه محتاج، ما عليه انه يدخل على موقع بيت الزكاه على الانترنت من الساعه 8 صباحا الى الساعه 2 ظهرا خلال اوقات العمل الرسميه من الاحد الى الخميس، ويدخل طلبه ويرفق الاوراق المستندات المطلوبه، وبيت الزكاه البحث الاجتماعي سيقوم بدراسه هذا الطلب والتاكد من حاجته، ومن ثم يتم مساعدته بتحويل المبلغ الى حسابه مباشره. لكم اليه مثلا في بعد التسجيل والموافقه المبدئيه ان تزورون ميدانيا لموقع سكنه مأوى الزيارات الميدانيه للاسر التي تستقبل مساعدات، يعني تطلب مساعدات شهريه، الأرامل المطلقات وكبار السن، هذا لابد أن يكون هناك زيارة ميدانية لحتى نتأكد من هذه الأسرة. أما ضعاف الدخل أو اللي عليهم مشاكل مالية اللي هي مساعدات مقطوعة، يعني ممكن 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر أو حتى سنة، هذه لا، نكتفي بالأوراق الرسمية المطلوبة، يعني شهادة الراتب، تقرير كشف حساب لآخر 3 أشهر، شهادات المديونيات اللي عليه مديونيات، إذا كان عليه حكم قضائي بالتسديد يرفق الحكم القضائي بالتسديد. فقوم بيت الزكاة بدراسة الحالة، تأكدنا بأن فعلا الأوراق الرسمية صحيحة وأن حالته فعلا تستحق، يقوم بيت الزكاة بالتواصل معه بيزودني بأرقام حساباتك وتحويل المساعدة مباشرة إلى الحساب دون الحاجة إلى الرجوع بيت الزكاة. إجمالي المساعدات المالية، إذا عندك الرقم أو يحضرك الرقم في جائحة كورونا، يعني جائحة كورونا تقريبا وصلنا أكثر من 40 مليون، يعني 40 مليون تم في خلال من 13 مارس الى نهايه اكتوبر 20، يعني من 21، من نهايه مارس، من منتصف مارس 20 الى نهايه اكتوبر 21 بلغت ما يقارب 40,604,640 دينار، استفادت منها 34,163 اسره داخل الكويت. هذه الاسر متنوعة، سواء كويتيين أو مقيمين بصورة غير قانونية هم إخوان البدون أو مقيمين وافدين. في مساعدة مرة واحدة مثلا؟ نعم، إن هذه الحاجة تستحق أن ندعمه في هذه اللحظة بس. صحيح، إذا بالاستمرارية لازم يطبق عليه الشروط. صحيح، أن الشخص اللي بيقدم إذا كان ما تطبق عليه الشروط الشهرية كالأرامل والمطلقات وكبار السن والعجزة والمرضى والأيتام اللي ما لهم معيل ولا لهم دخل مالي، نقوم بنستعد مرة واحدة، ثم نقول له بعد 3 أشهر يحق لك تقدم إذا كان الوضع لم يتغير، يعني وضع كما هو عليه. كما هو أو لا سمح الله زاد السوء، ممكن يقدم وبيت الزكاة يقوم بسعادته مرة أخرى أو كل 4 أشهر على حسب حالته، فكل حالة تختلف عن الأخرى. كذلك القضايا، يعني في ناس دائما في 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 قنوات التواصل الاجتماعي، وين بيت الزكاة، مسجونين هذا واقع راح أتطرق لها أنا لك. هل المسجونين تساعدونهم؟ نعم، مثلا نعم، لان انقطع فيه السبل. نعم، شوف، بيت الزكاه متعاون مع وزاره الداخليه مع وزاره العدل. كان كل عام قبل كورونا كان يطلق حمله خلهم يرمضون ويانا، خلهم يرمضون ويانا قبل رمضان. اطلاق سراح الاشخاص اللي عليه مديونيات، نجمع المبالغ المتبرعه، فالمبلغ المتبرع فيه نقوم بشريحه، اول شيء مثلا 1,000 دينار، إذا شفنا والله أن تغطي أكثر زدناها 2,000، إذا تغطي أكثر ليه ما نغطي المبلغ، أعلى مبلغ نستطيع تغطيته لاستخراج أكبر عدد ممكن من السجن أو من عليهم أمر قبض، يعني أمر حظر وضبط وإحضار أنه يلقون هذا الأمر. كذلك الشخص اللي عليه حكم يستطيع هو شخصيا أن يتقدم لبيت الزكاة ويرفق الأحكام التي عليه، إذا كانت هذه الأحكام تسديد مديونات للشركات وليس للأفراد، فبيت الزكاة يقوم بمساعدته بإصدار شيك باسم الشركة التي تطالبه. لأي شخص أبو عبد العزيز؟ لأي شخص أسرة مقيمة داخل الكويت. تسددون المبلغ أو نصه أو ربعه؟ إذا كان المبلغ بسيط، يعني في متناول الإيدين، 2,000 2,300، ممكن بيت الزكاة 2,000 3,000، ممكن بيت الزكاة إذا كان مبلغ بسيط، ممكن بيت يعني بتناول بيت الزكاة، إذا ما يستطيع يعني مبلغ لا يستطيع بيت الزكاة، يقوم بيت الزكاة بمساعدته بجزء من المبلغ، ثم يقوم هذا الشخص بالذهاب إلى تنفيذ الأحكام ويدفع ويطلب من القاضي إعادة الجدولة الباقي. واصل فكرة. بالنسبة للمواطنين والمواطنات الكويتيين، في حالات عندكم؟ نعم كثير. أنا استغرب أن الكويتي مثلا رايح، هل بسبب أن الأقساط
أرهقته؟ لا مو سبب الأرهق. عدم وجود وظيفة؟ لا 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 للأسف بسبب سوء إدارة ميزانية الأسرة. سوء إدارة ميزانية الأسرة. للأسف أقول لك بعد أن أغلبية الآن اللي يتقدموا بيت زكاة شباب حديثين الزواج. حديثين الزواج؟ نعم. ليش؟ هذا الشاب تلقى متزوج عنده طفل أو طفلين توه يعني شباب توه في بداية حياته الزوجية، تفاجأ أنه يتقدم بطلب عليه ديون ما شاء الله. يعني نسأل سؤال وقصار. ديون سابقة ولا أثناء الزواج؟ ما 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 عندنا. هو يعطيك يجيك يقول كان عليه ديون، وفعلا نجد بان عليه اقساط وعليه قروض كثيره جدا. نسأل سؤال، القرض اللي انت اخذته المبلغ الكبير هذا اللي اخذته سواء انت او حتى بعضهم يكون هو زوجته ماخذين قروض، نعم، بس نسألهم القرض هذا وين اخذته؟ لا سمح الله علاج، لا سم او بناء بيت او شراء بيت او لا، كماليات. كماليات كماليات، تشتري سيارة فارهة، يسافر كذا، بعدين يدخل في دوامة الديون، ثم يأتي بيت الزكاة يطلب مساعدة بسبب عدم إدارة ميزانيته صح. فنحن نقول للأشخاص دائما يا أخي قبل أن تقدم على القرض يعني لماذا أقدمت على القرض؟ هل هو شيء أساسي؟ إذا شيء أساسي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني علاج لا سمح الله أو ظروف قاهرة قاهري. مفاجئة إيه؟ أما إذا شاري على أساس كماليات يا أخي أنت ترى أنت هذا أنت ما تغيرت، يعني الشخص بذاته وليس بجيبه. نعم. تدخل بعدين في دوامة الأقساط راح تسبب لك مشاكل، والمشاكل تنقص حتى على الأسرة نفسها، ممكن الأسرة تتفكك بسبب هذه المشاكل. نعم. فإدارة الميزانية في الأسرة للأسف الشباب الكويتي ما يدرونها صح، قليل جدا يدير ميزانيتها صح. فإحنا ندخل بيت الزكاة أكثر الشباب الكويتي اللي يتقدمون بطلب المساعدة بهذا السبب، وهم يدخلون في دوامة الديون ثم يأتون بيت الزكاة يطلبون المساعدة. أما الأقلية هم بالفعل محتاجين، تلقى يعني لا سمح الله تعرض لحادث، تعرض لظرف معين كذا، فيضطر يجي بيت الزكاة، وهذا الأقلة. هناك أصوات شاركت معي من خلال برنامجي من أمهاتنا ومن خواتنا سواء كانت أرامل أو مطلقات، وقالوا بيت الزكاة سكر أبوابه ما يستقبلنا، يستقبل الوافد بشكل عام، الوافدين إحنا كأبناء بنات هذا الوطن لا حياة لمن تنادي. تعليقك؟ لا ما أتوقع، ممكن يكون أن طلبها أو طريقة طلبها كان غلط. يعني إحنا الأرامل المطلقات الكويتيات وزارة الشؤون معنية فيهم، بس تقول لك ما توفي معي، يعني خلي بمشي معك عشان نبسطها للمشاهد. صحيح. تقول الوزارة أو الحكومة مشكورة أعطتني 500 دينار. أنا إذا قصدي اللي علي مثلا 200 دينار، أجاري 300 دينار، الراتب راح. صح. مستلزمات زي الأكلي لبسي. صحيح. بيت الزكاة يقدمها مساعدة، ولكن ليست مساعدة شهرية، لأن هي تستلم راتب شهري، يعطي مساعدة المقطوع ويحق له كل ثلاثة أشهر يقدر تقدم مرة أخرى إذا كانت عامس الموضع. إذا كانت ميزانية يعني الراتب المتبقي لا يكفيها هي وأولادها، أو هي يعني إذا كانت مطلقة مع أبنائها أو أرملها مع أبنائها، فبيت الزكاة يحسب هذا الأمر. لأن إذا كانت بروحها مثلا، إذا شخص بروحها مطلقة أو أرملة وراتبها 500 دينار مثلا، زين إذا ساكنة بروحها 300 دينار 200 دينار ترى ممكن تكفي شخص، ممكن تكفي شخص إذا دارها صح. بس واقعيا صحيح. ما تقدر تتعايش إيه بس فيها مع ومع ذلك بيت الزكاة يقوم بمساعدتها، ما يقول لك لا. أجل ليش يتصلون بالطريقة تقديمهم بتكون خطأ؟ يعني ممكن الشخص يعني يتقدم يقول لك أنا بقرض، فما يعطي قرض، ما ينطبق عليك القرض، أنت أساسا أنت محتاج مساعدة، أو في طلب من الطلبات يطلب ما ينفذه ما يأتي به. يعني في أشخاص نطلب منه كشف حساب من البنك ثلاثة أشهر عشان نطلع على رصيدك. نعم. يعطينا كشف نلقى فيه مبلغ وقدره، نسأله يقول لك والله هذا محوشه للعمر، زين ليش طالب؟ يعني حدثت هذه معانا شخصيا، يعني انا شخصيا يعني اتاني شخص يعني كان يستلم شهريا، نعم، مبلغ، طبعا الشخص هذا من فئه البدون، نعم، كان يستلم راتب شهري موظف في الدوله في اجهزه الدوله، فتم استغناء عن خدماته، فأتى وطلب مساعدة مرة أخرى اللي هي تجديد المساعدة اللي مو تعفو مو شهرين كل ثلاثة أشهر تجديد مساعدته.
طلبنا عليه كشف من البنك. فيوم جاب الكشف ولقى مبلغ وقدره يعني فوق 50,000 دينار كويتي. ويطلب مساعدة. سألته سؤال، 50,000 هذا شنو؟ قال هذه أمانة. يا أخي ما، فطلبنا عليه طلب آخر، عطنا ما يثبت من مقر عملك اللي استقلت منه إن خدماتك هل استلمتها ولا ما استلمتها؟ ما جاب. ما حضر. ما حضر. لأن هذه 50 هي نهاية خدمته. أنت الآن عندك مبلغ. لا بعضهم يقول لا هذا للعمر. زين يا أخي للعمر، أنت ضامن عمرك؟ المفروض أقول لك أعطني زكاتك 50,000. لا، في ناس يعني طريقة تقييمهم غلط أو توصيل معلومة للباحث غلط. أنتم تقومون بإجراءات عشان لحفظ الحقوق. الحفظ الحقوق. أنتم مؤتمنين على هذا المكان. صحيح صحيح. إحنا يعني يعني أنا يعني ما أي شخص يجيك يقول لك أنا محتاج صدقة. وكثير للأسف اللي يدعون الحاجة هم اللي خربوا على المحتاجين فعلا. يأتيك يدعي الحاجة وبعد ما تدقق على أوراقه أو على تلقى مو محتاج نهائيا، وهو اللي يروح يتكلم يقول لك هذا ولا ما. يا أخي أنت لوك محتاج بيت الزكاة، مو طيب يعني مو تكرم منه ولا جمالة، غصب عليه هذه لائحة في بيت الزكاة احنا مؤتمنين عليها انك أنت محتاج تعطى من هذه الأموال. نعم واصل فيك. يقول لك قبل فترة اجتمع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية الأستاذ صالح الفضالة مع عدد من جمعيات خيرية وتداول يعني النشطاء في تويتر بأنه تم الاتفاق على عدم مساعدة غير مجددي البطاقات الأمنية لإخواننا البدون، فهل بيت الزكاة حضر هذا الاجتماع وهل واقعيا لن تقدم مساعدة من بيت الزكاة لإخواننا البدون إلا بتجديد البطاقة؟ شوف بيت الزكاة لم يحضر هذا الاجتماع. بيت الزكاة لا، بيت الزكاة ليس جهة خيرية، بيت الزكاة هي حكومية. وإحنا لنا استقلاليتنا في قراراتنا تتخذ من مجلس الإدارة، ومستمرين على مساعدة الأخوة البدون كما في السابق، يعني لم نتوقف على هذا الأمر. الأخوان البدون يعني الآن هل طاقتي ما تساعد معي؟ على حق على على نفس منوالك السابق يعني ما يتطبق بما أمر به الجهاز المركزي على الجمعيات الخيرية. احنا ما نتبع الجهات الخيرية. لا يتطبق عليكم يعني لا ما في تواصل. لا لا لا، في تعاون في تواصل، ولكن هذه القرارات احنا نتخذها لأن قرارات استقلالية، هذه أموال زكاة مؤتمنين عليها. ففي عام 20 بلغت إجمالي المساعدات التي قدمت 24,724,257 دينار كويتي، استفادت منها 29,805 أسرة داخل الكويت. من ضمن هذه الأسر 15,642 من أسرة غير محدد جنسية، صرف لهم 14,498,000 دينار، يعني ما يقارب أكثر من النصف، أكثر من حوالي الثلثين من المبلغ كان الأخوة، لأن هي الشريحة الكبيرة التي تأخذ حصة كبيرة من بيت الزكاة أخوان البدون، لأن هم المقيمين داخل البلد، هم الأكثر أسر حاجة متعففة يعني بمعنى أصلا. نعم بس ولكن الناس يعني يلوموا بيت الزكاة. بيت الزكاة ليس معني بحل هذه المشكلة لقضية البدون. بيت الزكاة يقدم مساعدة، يقدم مساعدة حتى الأشخاص الآخرين، حتى لو غير يعني شخص يقول له يطلع في تويتر بيت الزكاة ما حل مشكلتي في القروض. أنا ليس طرفا في حل مشكلتك، أنا أساعد في حل هذه المشكلة، أقدم يد مساعدة، وليس أما حل المشكلة مو أنا ما معني في هذا الأمر. فالناس يلومون بيت الزكاة، وين بيت الزكاة؟ يا أخي بيت الزكاة ليس معني بحل هذه المشكلة، بيت الزكاة يساعد هذه الفئة وليس معني بحل مشكلتها هي أو أي فئة أخرى. بس عشان نثبتها على الهواء مباشرة، أخوي حمد المري أنت المتحدث الرسمي لبيت الزكاة، نقول لإخواننا فئة البدون أن بيت الزكاة مستمر، ما زال مستمر. نعم. في مساعدات حتى لو ما لم تجدد البطاقة الأمنية حسب ما طلبها الجهاز المركزي، صحيح؟ نعم، احنا مستمرين على المنوال السابق، ما تغير. نهاية. بس يعني هذا اجتهاد شخصي من الجهاز المركزي مع جهات أخرى بعيدا عن بيت الزكاة. نعم. تعاونكم مع الجهات الحكومية والأهلية؟ نعم، بيت الزكاة متعاون مع كثير من الجهات الحكومية والأهلية، وأثمرت هذه التعاون مع بعض الجهات إنشاء صناديق مشتركة. ف
فعندنا صندوق مشترك مع وزارة التربية، مع جامعة الكويت، مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع صندوق عانة المرضى، مع وزارة الشؤون. هذه الصناديق معنية بمساعدة الفئات التي تخدمها هذه الجهات. فوزارة التربية معنية بمساعدة أسر الطلبة المحتاجين من الابتدائي إلى نهاية الثانوي. جامعة الكويت، صندوق جامعة الكويت معني، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي معنية بالطلبة اللي يدرسون في هذه الجهات ممن لا تنطبق عليهم شروط العانة الطلابية. نعم. وأسرهم فعلا أسر محتاجة أو المساعدة. وزارة الشؤون معنية بدعم بعض مشاريع وأنشطة وزارة الشؤون. كذلك صندوق عانة المرضى لمساعدة المرضى. هذه الصناديق مدعومة من قبلنا ومن قبل هذه الجهات لاستمرار المساعدة لهذه الفئات. وبيت الزكاة الآن يسعى لتطوير وتعزيز هذا التعاون مع جهات أخرى، سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو وزارة الصحة أو الجهات الأخرى، والربط الآلي مع هذه الجهات لخدمة العمل الخيري لبيت الزكاة. نعم، بيت الزكاة يقدم قروض حسنة. نعم. ما هي القروض وما هي الآلية؟ القروض هي للكويتيين، وهي مخصصة للبناء والترميم. للكويتيين؟ للكويتيين. هناك بعض الأشخاص قالوا لي لبعض الوافدين من جنسية عربية، حددوها جنسية واحدة. مو صحيح. ما أبي أذكره. مو صحيح. مو صحيح. نهائيا. مو صحيح نهائيا. الكويتي يكون للبناء والترميم، للعلاج لا سمح الله، أو عليه حكم محكمة لتنفيذ لتسديد دين، وقادر على إذا أعطانا قرض يسمح له الراتب أنه يأخذ القرض، والقرض لا يتجاوز 3000 دينار كويتي، ويخضع للوائح البنك المركزي بأن لا يتعدى راتبه مديونيته أو الاقتصاد 40% أعتقد، أو 40%. إيه نعم، إيه، ولا يتجاوز 3000 دينار. فيها مثلا فائدة منها أو مردود ولا نفس المبلغ؟ لا لا، لا قرض حسن 10 مثلا، 10 أو 5 إذا 3000 دينار، لا يتجاوز 3000 دينار، وترد لي 3000 دينار، قصدك 100 دينار شهريا حسب الأقع. احنا هني احسن ناس قباب يقولون يا ابو عبد العزيز، فاحنا نبي ننهي جدل يقولون ان والله جنسية عربية هي من مسيطرة عليها، وهم من يعملون داخل اسوار بيت الزكاة، وهم من يسهلونها لزملائهم، وامور كثيرة سواء بالقروض بمساعدات بامور كثيرة. مو صحيح. احنا اول علينا جهات رقابية للدولة، ديوان محاسبة، وزارة المالية، مجلس الامة، كلها عينا رقابة. وهذه اللائحة معتمدة من مجلس الإدارة، فأي شخص، أنا أقول لك إياها، أنا يا حمد المري المتحدث الرسمي، لو يجيني أحد من أقاربي ويبني بيت وتنطبق عليه الشروط ويقول لي عطني 3000 ودينار، أقول له آسف، لأن لو أعطيك دينار، لو فرضا أعطيناك دينار أنا أروح النيابة. الحد الأقصى 3000. ولازم تنطبق عليك الشروط. شروط يعني إن 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 للبناء والترميم أو للعلاج أو لتسديد الدين. يعني مثال، أول شيء تحضر الأوراق المطلوبة. نعم. وهناك لجنة تبث وترى هذه. وفيه بحث ميداني يخرج يرى البيت هل فعلا لبناء أو يحتاج بناء أو يحتاج ترميم. وبعد هذه الإجراءات كلها ويتم الموافقة تأتي بكفيل. وبعد ما تأتي بكفيل تخضع للائحة البنك المركزي بأن الراتب لا أو الاقتصاد لا تتعدى اللي هي 40%، نسبة 40%. فكيف الأخ يقول لك لا والله يعطون كذا؟ يعني أنا أحد الأشخاص أتاني فطلب القرض، فتم المساعدة عن يعني، فزعل قال أنا معطيني 3000، قال جاري معطيني 15000 دينار كويتي. هذا باب يقولون. فقلت له تعال الله جابك، شو اسم جارك؟ قال فلان الفلاني. قلت اسمه ثلاث فلان. قال طق طق طلعنا اسمه، قلنا يشتغل الوزارة الفلانية. قال نعم. قلنا تعال معطيني 1500 وقرض، بس هو زاد صفر. شوف الكمبيوتر امامك. منين جاب ال 15؟ هو زاد صفر، يعني ليش؟ لان بعض الناس يقول لك على اساس يبين اني انا والله عندي واسطه وكذا، و1500 وقرض، يعني حتى ما اعطاني 3000، لان راتبه ما يسمح اني اعطيه 3000. ففي ناس اللي يقولون يا اخي، نقول له دائما لو كان هذا الكلام صحيح زين لا تم تحويل ثلاث ارباع بيت الزكاه للنيابه. ناس يخافون. هناك رقابات علينا، رقاب ايش؟ احنا كبيت، انا يعني اول شيء علينا رقابة من وزارة المالية
القابله القبليه السابقه اللي قبل، وبعدين عندنا وزاره ديوان المحاسبه البعديه. لا هذه لاحقه وهذه سابقه وهذه لاحقه. فكيف يعني الامر يعني زين؟ الجنسيات العربيه اللي مستفيده من بيت الزكاه عندكم احصائيه او من المرتبه الاولى مثلا كاحصائيه عندكم؟ والله حاليا ما عندي احصائيه، ولكن اغلبيه يعني انت معروف كل ما كثرت جاليه نعم كل ما صار لها نصيب الاكبر نصيب الاسد. فاحنا عندنا جميع الجاليات، اي شخص مقيم داخل البلد، اسره مقيمه داخل البلد وعليه ظروف يتقدم بطلب المساعده، ولكن هذه تختلف عن المقيمين غير محددين الجنسيه. فهذا الشخص اذا كان موظف ممكن يعطونه مساعده مره ويحق له بعد سنه ان يقدم اوراق. إيه؟ ليش؟ لانك انت اساسا انت اتيت للكويت بعقد وظيفي بعمل واسم واقامتك على شركه. فاذا كانت والله شركه وهميه او تاجر اقامات هذا مو ذنبي. يعني احنا اعطيناك الاقامه الشركه تتكفل فيك. واحنا اعطيناك لانك تعرضت لازمه ماليه. نعم. اما البدون او لا البدون لا البدون لهم كل لهم حالة خاصة. لهم حالة خاصة لانهم مقيمين داخل البلد. نعم. الافرع لكم بانتشار وتوسع على محافظات دولة الكويت؟ نعم، عندنا اول فرع فتح كان في فرع في محافظة الجهراء، وبعدين فتح فرع في منطقة سلوى يخدم محافظة الأحمدي و سلوى منطقة نعم اي نعم قصدي محافظة حولي والعاصمة، وبعدين فتح فرع في منطقة الفروانية في منطقة إشبيلية يخدم محافظة الفروانية، وفتح فرع في منطقة فهد الأحمد يخدم محافظة مبارك الكبير والأحمدي. هذا يقوم أو يعمل بجميع الإجراءات. نعم هو مو شرط أني أذكر في السابق يروحون اللي في السالمية. نعم صحيح اللي في نعم. السالمية ما زال موجود ولا؟ لا اللي في السالمية الآن أصبح مخزن للتبرعات العينية. والمقر الرئيسي وين؟ المقر الرئيسي بجنوب السرة. جنوب السرة نعم مبنى جديد مبناكم نعم. إنه مو شرط أنك تروح المبنى الرئيسي، روح لمحافظتك القريبة. والآن بعد ما شرط أن تروح لهم عن طريق الموقع. قدم أوراقك، قدم عن طريق الموقع، عن طريق تليفونك وأنت جالس. نعم. شلون عملية المتبرعين لديكم؟ المتبرعين نتواصل معهم عن طريق إدارة اسمها إدارة تنمية الموارد، قصدي إدارة تنمية الموارد. هاي تنمية الموارد معنية فيها قسم للشركات وقسم للأفراد، يتواصلون مع الشركات ومع الأفراد. وكذلك عندنا مكتب لكبار المتبرعين، يعني هذا معني بالتواصل مع فئة كبار المتبرعين. والشخص أي شخص يريد أن يتبرع قنواتنا متعددة، يستطيع أن يذهب إلى مراكز الإرادية بالقرب من الجمعيات التعاونية في مناطق الكويت ويتبرع مباشر، أو عن طريق موقع بيت الزكاة، أو عن طريق التطبيق على هاتف ذكي، أو عن طريق رسائل نصية. هذه كلها متوفرة ولله الحمد. أي شخص يرقب حتى لو كان مشروع خيري، يعني مو شرط أن يأتي بيت الزكاة، يدخل موقع السايت بيت الزكاة ويختار المشروع الذي يريده، والتكلفة موجودة ويحط التكلفة ويحط اسمه وبياناته وطريقة الدفع. وبيت الزكاة إذا كان رقم البطاقة يعني الآلي يسحب تلقائيا، أو أنه يطلب من بيت الزكاة. أكثر المتبرعين ما يحبون يذكرون أسماء. نعم يعني بس ولكن احنا يعني نحرص دائما ان يكون الاسم موجود او على الاقل رقم التليفون موجود، لان خاصه في الشيكات اذا كان الشيك لازم يكون الرقم موجود، لان بعض الاوقات يكون رقم مشكلة الهاتف نعم. لان يكون بعض الاشكاليات في البنك ان الشيك او كذا لا تستطيع ان تتواصل مع الشخص بان الشيك فيه مشكله. وكذلك الاسم يعني شيء راجع للشخص، ما يحط اسمه، يحط فاعل خير، ولكن احنا نحرص على الاسم حتى نتأكد بأن الشخص هذا ونتواصل معه أن ترى المبلغ اللي دفعته ترى راح. لاحظت بعض المتبرعين كمثال الجمعيات التعاونية يشرط على بيت التمويل أن هذا بيت الزكاة آسف بيت الزكاة أنه يكون في منطقة عمل الجمعية. صحيح صحيح صحيح، لأن إحنا وإحنا ملتزمين بهذا الأمر، لأن كل جمعية تخرج زكاتها تطلب بأن يكون في منطقتها. إذا كان فعلا إحنا إذا كانت المنطقة في أسر محتاجة نقوم تعطون أسر محتاجة اللي في مسجلين في بيت الزكاة، سجلوا بيت الزكاة أو يريدون أن يسجلوا، يعني حتى لو كان بيسجل زين الجمعية مثلا تقول عندي حالات أبيها تسجل، سجلوا إذا تنطبق عليهم الشروط إحنا نعطيهم ما عندنا مشكلة. نعم. بالنسبة البعض يقول بيت الزكاة ما اهتم في الشأن المحلي أو في دولة الكويت، أعماله أكثر وأنشط خارج دولة الكويت. إحنا 80%
من شغلنا داخل الكويت و20% خارج الكويت، وهذه أموال مشروطة. يعني يجيك متبرع يشترط عليك ابني لي مسجد في المنطقة الفلانية، أو ابني لي مشروع خيري في المنطقة الفلانية، أو إغاثة الشعب الفلاني، هني نلتزم بشرطه حسب طلبه. أي نلتزم بشرطه. الزكاة 100% داخل الكويت، أي مول زكاة تدفع 100% داخل. الصدقات والخيرات إذا دفعت بدون ما اشتراط تدفع داخل الكويت. فإحنا 80% شقنا داخل الكويت، و20% هذا اللي خارج الكويت هي أموال مشروطة. فأنا مستغرب اللي يقول لك شغلنا خارج الكويت أكثر شيء. يعني ال 40 مليون اللي نصرفها 80% داخل الكويت. نعم، في مثلا كتيب أو حسابات يعني كمجلة تبينون إنجازاتكم الشهرية أو نص سنوية أو سنوية لكي يكون كوسيلة إعلامية لكم، وأنت مراقب الإعلام في عندنا تقرير سنوي يصدر، وهذا التصدير السنوي في تقرير سنوي، تقرير سنوي مالي، وفي بعض المعلومات كثير من المعلومات عن يستطيع أي شخص يأخذ هذا التقرير ويقرأه. وهذا التقرير طبعا مدقق من قبل مكتب خارجي، هذه الحسابات مدققة من قبل مكتب خارجي، حسابات خارجي، ومن قبل مكتب التفتيش والتدقيق في بيت الزكاة، ومعتمد من مجلس الإدارة. مجلس الإدارة نعم. فالمبالغ يعني موجودة في هذا التقرير، تقرير سنوي، يستطيع أي شخص يأتي بيت الزكاة ويطلب هذا التقرير ويسلم له تقرير سنوي مطبوع. أكثر متبرعين أو أكثر مبالغ تكون في شهر رمضان، شهر الخير، صحيح؟ صحيح. يعني سبحان الله الكويت دائما في هذا الشهر يبون الأجر أكبر. صحيح، أول شيء الناس في رمضان الروحانيات عندهم تكون عالية جدا، ويعني يطلبون الأجر المضاعف من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كريما، وكان أكثر جوادا في رمضان أكثر من الريح المرسلة على حد. فالناس، والشغلة الثانية، إحنا في الكويت نحفظ الأشهر الميلادية، وصعب تلقى شخص يحفظ الأشهر الهجرية، والزكاة مربوطة بالأشهر الهجرية، فيربطونها برمضان على أساس ما ينسون. فإذا جاء رمضان يقول خلاص وصل زكاتي، يدفع زكاتي. وكذلك أعمال الخير أكثر شيء في رمضان. في رمضان. نعم. خططكم المستقبلية؟ بإذن الله تعالى إحنا نسعى الآن حاليا للتواصل مع كثير من الجهات للربط الآلي، وتطوير موقع بيت الزكاة أكثر وأكثر، حتى يكون هناك جميع التعاملات تكون بسهولة لجميع المشتركين أو جميع جمهور بيت الزكاة. وبإذن الله تعالى إن إذا زادت الإيرادات راح تزيد الفئات أو الشرائح التي تستفيد من بيت الزكاة بإذن الله تعالى. حتى المساعدات إذا زادت الإيرادات راح تزيد هذه المساعدات وقيمة هذه المساعدات إن شاء الله. نحن نتمنى حتى كذلك، ودنا يعني بحكم أنك أنت الناطق الرسمي لبيت الزكاة أبو عبد العزيز، يعني في حلقات مفتوحة طوال دورة البرامج عندنا في تلفزيون الشاهد، وهناك يعني ناس يشتكون، فراح نتواصل معك عشان بس نثبت المشاهديننا، وانت كلك خير وبركة، تبحث هذه الحالة، تشوف هذه الحالة، لأن مرات أتعرض للإحراج، أن اللي يتصل أنا ما أعلم، يعني أنا إن شاء الله أني أثق فيهم بإذن الله، وأنهم صادقين عند الله سبحانه وتعالى، أنه يعطيك حالته أنه مو قادر يأكل. صحيح. حسب اتصال لي. صحيح. فقانون المرئي المسموع يمنع التبرعات على الهواء مباشرة. أقول لهم روح للجهات، يعني ترى بيت الزكاة ما يقصر، والله بيت الزكاة ما يستقبلنا. الجمعيات الخيرية، لا والله الجمعيات الخيرية يعطون ربحهم. زين، والحل ليش أنتوا تسكنون أبواب وجهنا؟ أعطونا حلول معاكم. أشوف أنا أرحب بهذا الأمر، ويستطيع أي شخص عنده أي استفسار يتراسل عن طريق موقع بيت الزكاة على تويتر أو على الانستغرام، وسوف يكون بالرد عليه مباشرة بإذن الله. وأي شخص محتاج يعني لا يعني يتصل في فلان وفلان ثاني، يا أخي يدخل على موقع بيت الزكاة وقدم وارفق أوراقك. ليش يروحون الواسطة؟ إيه، وقد الناس ثقافة عامة أصبحت يعني إن لا لازم واسطة، مو صحيح. يعني أنت قدم، وإذا رفضت اسأل سبب الرفض، راح يعطيك الجواب. وإذا المعاملة ماشية ليش تحتاج فلان وفلانتان؟ يعني من الأشخاص اللي صارت من فترة وجيزة، من يمكن كم شهر، خرجت علينا أحد القنوات في تويتر مصورة امرأة على دوار تبيع خضرة. نعم. قالت أنا كويتية وبيت الزكاة ما يساعدني، وصارت ضجة إعلامية في تويتر. دوركم ودورك أنت تحديدا. نعم. فتواصلت مع الأخ الإعلامي وخذت رقم المدني لهذا الأخت،
وقلت أنا أعطيك معلومة إن شاء الله بعد دقائق. فبحثنا وجدنا أن البنت هذه المرأة مستلمة بيت الزكاة من تقريبا من 5 سنوات أو للآن ما يقارب 15,000 دينار كويتي بصفة شهرية تستلم، لأنها تنطبق عليها الشروط الشهرية، وبيت الزكاة نازلتها مساعدة في هذا الشهر، ولكن لتجديد ملفها طلب بيت الزكاة منها البطاقات المدنية لأبنائها. هي كانت متزوجة من كذا شخص، كانت متزوجة من جنسية عراقية ومن جنسية سورية وبعدين من بدون وبعدين تزوجت كويتي وتوفت عندها وكذا. فقلنا أعطينا أبنائك من السوري ومن العراقي البطاقات المدنية نثبت أنهم موجودين داخل الكويت ولا مو داخل الكويت. رفضت؟ ما أتت بهذه الأوراق. كيف الآن أنت عندك أسرة تقول هذه أبنائي وهذه شهادات ميلادياتهم؟ إذا هم شهادة ميلاديات مو عندي مشكلة، ولكن أين بطاقاتهم المدنية؟ هم ليس من أبناء البدون تقول والله بدون ما عندهم بطاقة مدنية. عندهم بطاقات مدنية، هل هم موجودين داخل البلد ولا موجودين داخل البلد؟ فما قدمت. رفعت السماعة على صاحبنا وبلغته، قلت ترى هذه البنت كذا 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 كذا، مشكور يعطيك العافية. قلت له الآن دورك وضح، إنك توضح للناس. صحيح، للأسف ما وضح. كنت مشكورين بيت الزكاة على تعاونكم بس. لا ما يصير. فقلت له مشكور وكأنهم مهملين وتداركوا إهمالهم. فإحنا دائما يعني أنا أقول حتى لأبنائي، أي شخص يأتيكم لا تأخذ بكلامه مباشرة، لا تأخذ بكلامه مباشرة، يصدق كلامه، لا بد التأكد من هذا الأمر. فأي شخص يأتيك خاصة طلب المساعدة، يعني حدث لي شخصيا أنا في أحد المساجد وجدت شخص لابس يعني جبس بيده وبرقبته وبرجله متكسر من أحد الجنسيات العربية من لهجته عرفته. نعم. سألت عسى ما شقى حادث وأنا وأبنائي وكذا، قلت له هذه بطاقتي راجعني في بيت الزكاة. قال لي مشكور، حط البطاقة بجيبه. وأنا بالبيت جاني أحد أولادي يضحك، قال يبا، قال شفت أنت بطاقتك؟ لأن الولد قاعد يلعب بساحة المدرسة المسجد مع الأبناء في الكرة. قال بعد ما طلع شافكم طلعتم من المسجد، قاعد يمشي وركب مع واحد بسيارة ومشى. يا سبحان الله. وما اتصل فيني. ليش؟ لأن يبي يستعطف الناس. يستعطف الناس في هذه. في هذا الأمر. فالناس لا تصدق أي شخص يأتيك، يعني النية موجودة وإن شاء الله صادق، ولكن تأكد هذه أموال تدفع. وهناك ناس يعني أصبحت هذه مهنتهم. يحصلون يعني أحد الحالات التي طردت من بيت الزكاة يعني مطلقة، رجلها قادر البلاد، هي وافدة ورجلها قادر البلاد وكذا. فسألتها يعني كان نعطيها كل 3 أشهر هنا موظفة يعني إقامت على شركة، وتقول لها أنا ما أشتغل بالشركة ما أعطيني إياها إلا. فسألناها قلت لها مو معقول أنت امرأة يعني ما عندك يعني أحد بالكويت، روحي لبلدك. يعني أنت والله ردت لي أنا هنا أستلم من المساعدات، أسدد إيجاري، آكل وأشرب وأدخر وأرسل أهلي. أصبحت وظيفة. هذا اللي ذكرتها في أحد مقدماتي قبل كم يوم، أن أصبح ظاهرة المتسولين في دولة الكويت هي تجارة، لهم مسؤول وفوق المسؤول فيهم معزب، وفي ناس جايبهم فيز وليس مقيمين في دولة الكويت، وقتي لمدة 3 أشهر 6 أشهر يأخذ له مبلغ وقدره ويمشي. تواصلكم في خلال التواصل في السوشيال ميديا تتواصلون؟ لو هناك أحد تكلم في التواصل الاجتماعي لكم حساب يتواصل معه؟ حساب موقع بيت الزكاة موجود. من يتبلى ويتهم جزافا على بيت الزكاة هل تقومون في دورهم؟ لأنه مو من حقه. شوف الشخص اللي ينتقد أو كذا ما انتقاد مفتوح يعني، ولكن إذا اتهم اتهام مباشر وكان وقال كلمات لاذعة لا سمح الله أو كذا في حق بيت الزكاة أو موظف في بيت الزكاة، يعني هناك لجنة إدارة القانونية تتخذ الإجراء. لأن يعني أشخاص يتهمون مثلا يعني يقولك بيت الزكاة موظفين حرامية، يا أخي اتق الله في نفسك، هذه كلمة تجرم. فممكن نطوفها، ولكن اذا بدا يكرر وكذا ويدخل انا يعني بعد فوق الكلمه هذه تسامحون انتم جزاك الله خير، المكتب القانوني يتخذ فيه اجراء. لان الان انت ما اتهمت كجهه، اتهمت افراد في هذه الجهه،
وانت ما تعرف هذول الافراد. اما اذا انتقدت انت والله بيت الزكاه مثلا يقول لك مثلا بيت الزكاه ما يساعدنا، يساعد الوافدين، هذا انتقاد وليس تجريم. وليس زين، صح خطا شيء راجع لك، ولكن اذا قلت انت كلام يجرح، لا يا اخي هذول ابناء الكويت يعني، وحملوا هذه الامانه والقانون يجرم هذا العقوبه، فلازم اتخذ فيك اجراء. فدائما نقول للاشخاص، اي شخص عنده مشكله تقدم بيت الزكاه، وإذا تم سعادته خير وبركة، إذا لم تنطبق عليه الشروط ورفض يعرف سبب الرفض. يعني بيت الزكاة يا أخواني كان في السابق في موقع واحد حسب ذاكرتي، صحيح، الآن ما شاء الله انتشر في محافظات دولة الكويت وتطور أكثر، وحط لك أبليكيشن وموقع وانت قاعد بمكانك في بيتك في ديوانيتك في أي موقع آخر، تسجل وتقوم بالطلبات. صحيح، ترفق الطلبات ويجيك الموافقة من قبلهم، ثم عاد يدعونك إلى زيارتهم لإجراءاتك لتكملة إجراءاتك، يعني قاعد يسهلونها أكثر. صحيح. إحنا الناس مثل ما تقول تويتر وهو يشغل العالم، وإذا ترى صارت أي إشاعة، يعني في أحد الإشاعات اللي صارت وهو مو إشاعة، سوء فهم، يعني كان ماخذ موقع بيت الزكاة أن بيت الزكاة يساعد 1600 ما أدري كم طالب في مصر، فهذول يساعدون الإخوان المصريين. نعم. على حساب بيت الزكاة وكذا. فتواصلت مع هذا الشخص جزاه الله خير، ورجل محترم جدا، وزارني وبلغته وفهمته، قلت له هذول الأشخاص ليس من هذه الفئة التي تتكلم عنها الجنسية المصرية. نعم. وهم أبناء جاليات أفريقية يدرسون في الجامعات المصرية ويأخذون 20 دينار في الشهر، مو بيت الزكاة، مو متبرع يكفلهم مثل كاف اليتيم. هو اللي شارط عليكم. إيه. المتبرع إذا شارط عليكم تلبون للطالب. إيه، يقول بكفل طالب علم وعشرين دينار مصروف. قال يا أخي قلت نعم، الجملة كانت مبهمة، معك عذر. الرجل جزاه الله خير قام بالنشر على طول، إن تواصلنا مع الأخ وصورنا وكذا ووضح للجمهور. ومن ذاك الوقت لحد الآن أي لبس يتواصل معي، يا أبو عبد العزيز في الموضوع الفلاني، أنا أقول أنطر أعطيك الخبر، أعطيه الإفادة الصحيحة وينشر دايركت، لأنه أدري أني أنا يعني متشفاف معكم. حتى في حسابكم التابع لكم في التواصل مع تويتر يفعل أكثر، يتواصل أكثر عشان تتلاشون الإشاعات. أنتوا جهة حالكم حال أي جهة أخرى يصيبها. صحيح. الإشاعات والانتقادات. صحيح. ودور. صح. لكم كوسيلة أنكم توضحون. صحيح. هنا قنواتنا التواصل شغالة وفعالة، أي شخص لا يتكلم يرسل لبيت الزكاة أنا عندي الحالة، أنا عندي كذا كذا كذا، بيت الزكاة راح يقول له تواصل مع الخاص أساس نحفظ سريته ونبحث في ملفه. نعم. أنا أقول المتابعين اللي بيتصل وبيشتكي بقول له لحظة، أبو عبد العزيز موجود ومنك له وراح يرد عليه. موقع بيت الزكاة، حول موقع بيت الزكاة وإحنا راح نتابع أول بو إن شاء الله. شكرا للأستاذ حمد المري، مراقب الإعلام والمتحدث الرسمي لبيت الزكاة، شكرا لك يا أستاذ. حياك الله يا مرحبتي. كذلك مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، وننتقل للجميل عبد العزيز. عبد العزيز مساء الخير. مساك الله بالنور، شلونك يا حبيبنا؟ والله بخير الحمد لله. ترى ضيفك اليوم أحبه بعد، من الناس اللي أحبهم. شيء أكيد، وإحنا الله يرحم والديك، كل ما أشوفه أتذكر أيام مضت التطبيقي. إيه. الكلمة عندك عبد العزيز. شكرا لك. مساء